يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتحسن الأحوال الجوية تدريجيا ليسود غدا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد. تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، أغلبها الرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة بتنشط غربا.